حضرتك انا عايز اسال على موضوع فوائد البنوك بالنسبه ليا كطالب. والدي قبل ما يتوفى ساب لي مبلغ في البنك وهو اللي بيصرف علينا وكده، وانا كنت يعني في حياته كنا دايما نتكلم في مدى حرمانيتها او حلالها. كان دايما يقول لي احنا سالنا الشيوخ او المفتي. يعني يا حبيبي انت تسال عن فوائد البنوك، فوائد البنوك حرام خلاص. حتى لو انا كنت طالب ما اقدرش. طالب هو طالب، هل ربنا اباح للطالب ياكل الربا؟ لا. طيب روح اشتغل، انت راجل قوي وعندك فلوس الحمد لله. السلام عليكم.